في أنواع معينة من الأكل بتزيدنا الخطورة على السرطان، من بيناتها هي الأكل المصنع واللي بينزد له ملح أو اللي بنستعمل طريقة التدخين لنحافظ عليه. من هون بنحكي عن الهام، عن التركي، عن الهوت دوغ. هذا ما بيعني إنه ممنوع نتناول مرة هوت دوغ، ولكن ما لازم يكون أكلنا مركز على هيدول الأنواع من الأكل، لأنه هيدول بيزيدولنا من سرطان الكولون أو المصران وسرطان المعدة. فقد ما فينا نخففهم بأكلنا، لأنه فيهم توكسينز وفيهم مواد كيماوية بيعليلنا هالخطورة.